مشاهدينا اهلا بكم من جديد. استاذ جمانه، كيف نعيد الثقه بمكافحه الفساد، وهل بتتوقع انه الحكومه فعلا قادره ان تتعاطى مع الحلول اللي ذكرناها اليوم؟ لا، انا اعتقد الحكومه غير قادره على التعاطي مع هذه الحلول. ليش؟ وستمضي هذه الحكومه كما التي سبقتها من غير ان نشهد اي اي منجزات تحدث الاثر الذي نتطلع اليه. طيب ليش هي الحكومه مش قادره؟ معلش، اولا ضيق الوقت، هذا حكما يعني. طيب ثانيا يعني هذا مبرر قد نبرره لها. ثانيا انه الاصلاح الذي نتحدث عنه بحاجه الى كلف، يعني كلف يعني بمواجهه قوى نفوذ، قوى ضغط. انا بعتقد هذه الحكومه لا تمتلك هذه الامكانيات لاحداث كل هذا الاصلاح المطلوب. تتحدث عن نوايا كثيره، عن برنامج اصلاح اقتصادي شامل، لكن انا اعتقد ما سينجز للاسف لن يتجاوز ما انجزته الحكومات السابقه فقط فيما يتعلق برفع الاسعار. الآن كيف نعيد الثقة بموضوع ملف الفساد؟ أولا توحيد الجهات المختصة بموضوع محاربة الفساد، وأن تكون نهاية المطاف دائما عند القضاء. نعم. يعني إذا, إذا, إذا كان هناك إجماع على أن هيئة مكافحة الفساد تقوم بالدور المطلوب منها، يجب أن تكون جميع ملفات الفساد عند الهيئة، وهي التي تحول القضايا للقضاء. أما أن تكون هناك دائما قنوات للالتفاف على الموضوع لناحية طيه والانتهاء منه بدون أن تكون هناك خسائر، هذا أفقد الناس كما قلنا سابقا موضوع الثقة بمحاربة الفساد. الآن النقطة الثانية في موضوع أنه كيف نعيد الثقة، تعديل التشريعات مثل قانون الجرائم الاقتصادية يجب أن تدخل بعض التعديلات عليه، والدكتور بعرف أكثر مني. تعديل قانون الهيئة نفسها بحيث يعطيها صلاحيات أكثر ويمكنها من 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 ملاحقة الفاسدين ومن اتخاذ قرارات، حتى لو أنا أعطيت يعني مش البعض بيعارض إنه هيئة مكافحة الفساد تأخذ صلاحيات أكثر مما هي عليه؟ لا، أنا مع، إذا كانت أداء الهيئة حتى الآن تمام إيجابي، إذا أكملت بهذه الطريقة من دون أن تتعرض لضغوطات. وهذا أنا أعتقد أنه يتم، يعني لا أعتقد أن الدكتور سيعترف فيه، لكن أنا أعتقد أنه الهيئة أيضا تتعرض لضغوط. ليش الهيئة السرية عندك موجود بتتعرض لضغوط دكتور فيها؟ نعم أو لا، تتعرض لضغوط نعم أو لا؟ وأنا حسألك ولا سؤال بعدين. يعني هو بتفهم بالضغوط، عدم أعطائك النص التشريعي ضغط، يعني إذا بتطلب أنت مجلس النواب مجلس ضغط نص ضغط بطريقة معينة، يعني ليس الضغط أنه والله واحد هلولا سكر الملف، لا، ما في من الكلام هذا، يعني لا في لا رئيس وزراء ولا مسؤول كبير بالدولة ولا أي إنسان بيقول لك لا تحقق مع فلان أو لا، لكن أعتقد أنه في آليات معينة بتحدث معك كل يوم ناتجة عن منظومة التشريعات ممكن تأثر بعملك. طيب هل هناك أي ضابط عرضية تؤيديها لهيئة مكافحة الفساد؟ طبعا. طيب. طبعا. أوكي. دكتور احمد فضل. يعني فيما يخص هيئه مكافحه الفساد، وانا كنت من اقترحت على كتلتي كتله التغيير ان نزور هيئه مكافحه الفساد للاطلاع على التحديات التي تواجههم، وفعلا وجدنا انها مكبله اليدين، بالعكس الانجاز الذي تقوم به حاليا مقارنه بما هو متاح لها شيء يفوق حقيقه قدرتها، لانها بالاول هي دائره حكوميه ما زالت مربوطه صحيح. بمجلس الوزراء وبرئيس الوزراء الذي من الممكن ان يكون هو اصلا من المفترض ان تحقق معه في يوم من الايام اطلاق، يعني وبالتالي الهيئه بحاجه دعم تشريعي، بحاجة لدعم مادي، بحاجة لدعم إداري تقني، بحاجة إلى موظفين، وبالتالي إطلاق يد هيئة مكافحة الفساد أحد الأشياء الضرورية جدا إذا إحنا أردنا أعطاها استقلاليتها، أعطاها السلطة من خلال التشريعات، هذا شيء في غاية الأهمية. شو ضل إحنا بعد يعني شو ضل وين تروح هيئة مكافحة الفساد عشان تأخذ كل هذا الحكي؟ هيئة مكافحة الفساد شو ضل ما عملته حتى تأخذ كل هذا الحكي؟ من المعطل لمثل هذه؟ لا، ضل كثير أشياء. يعني من الذي يعطل هذا 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 الشيء لهيئة مكافحة الفساد؟ مين؟ يعني مين موقف الدعم عنها هي؟ ما هو بالتأكيد ما في حدا بيعطل، ولكن بدها مبادرة التشريع في الأردن. مين المبادرة؟ المبادرة في التشريع في الأردن دائما يأتي من الحكومة. الحكومة ترسل قانون مشروع معدل، ترسل قانون مشروع قانون جديد، ترسل قانون مؤقت مثلا، وبالتالي الحكومة عليها أن ترسل شيء معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، والكرة ستكون في مجلس النواب، وأنصح أن يكون هذا في مجلس النواب القادم وليس في مجلس النواب. تتفق مع الدكتور فياض في هاي النقطة؟ يعني إلى حد كبير. يا رب تلتقي زملاء. تشريع من أين لك هذا؟ تشريع قانون في غاية الأهمية أيضا، حتى أنت تشعر بأنك مراقب حتى من هون لألف جميل سنة. جدا. من أين لك هذا؟ والا إيجا. امام اعيننا اخي محمد، امام اعيننا موظفين في ضريبه الدخل، هل عنده بيت في دابوك في 2 مليون؟ هذا من حقي انا اقول له لك هذا. طب. واللي كان موظف رئاسه الوزراء وباع بيته ب 12 مليون. اسمعني عشان ما يضيع الوقت استاذ جمان، نقطه اخيره تفضلي. موضوع استعاده الثقه تتعلق بالانتخابات المقبله،
نزاهه الانتخابات، نزاهه الانتخابات، قانون الانتخابات، طيب. وافرازات هذا الكلام فقد الامل منه طبعا. تمام، هذا ما نستبقش يعني صبرك علينا، خلينا نكون اكثر تفاعل. لا انا بدي احكي شيء، خلينا نكون اكثر تفاعل. امبارح بتدخلوا بانتخابات الصيادله، اللي بنتخب طب الصيادله بدون يدخل مجلس النواب. يعني غسان الدرات كتضخيم قصص الفساد اضرت بسمعه الاردن وجميع من تحول الفساد لم يحاكموا. اعتقد ان هذه بدايه جيده. يا دكتور فياض ويا دكتور شجران، اسالوا مكتب ديوان المحاسبه في وزاره الصحه عن المنح التي تحصل عليها مباشره من USAID كيف تنفق. مواطن عبر الرسائل النصيه، وين مكافحه الفساد عن البريد الاردني؟ راتب مدير مديريه زي راتب الوزير 2000 دينار، وموظف المكاتب البريديه، موظفين المكاتب البريديه اللي حرافين عليهم والخير لغيرهم، الحراف عليهم والخير لغيرهم. هل تعتقد حقا أن أموال الفساد كفيلة بإنهاء الأزمة الاقتصادية؟ 86% نعم و 14% لا. دكتور فياض، هاي رسالة دراسة غير علمية حتى ننوه فقط. آخر إشي راح أختب معك دكتور فياض، ملف الـ ATV وين صار؟ حققته فيه ولا لسه؟ لم يفتح رسميا للتحقيق. لم يفتح رسميا ولا لم يفتح رسميا فقط ولا فتحته مش رسمي؟ لا لم يفتح رسميا. لم يفتح رسميا. سكن كريم عيش كريم راح لمجلس النواب، ومجلس النواب قرر عدم وجود فساد. تتفقوا معهم في هاي النقطة؟ ما احنا لا نملك دستوريا، لا نملك. أنا بس مادة 55 و56 بالدستور تلزمنا قانونا وقت انه تجد ان الشبهة تدور حول وزير ان تحيل الملف وترفع ايدك. وقضية الكازينو وخلافنا مع مجلس النواب اول قضية بنحيلها، كل الناس بتعرفها، بالصحافة رجعونا الملف، رجعونا يقولوا ما بصير تحققوا انتم. لما تعدل النص بالاخير صار الإحالة لهم، والان احنا بنحكي امام الناس انه اذا قضيه فيها وزير احنا مش مسؤولين عنها، مجلس النواب لازم يرفع الحصان. وانت شو رايك في الملف؟ ولا ما بك تجاوبني؟ انا رايي واضح ومكتوب وطلع وقررت باحالته. يعني انا عضو بالمجلس اللي اخذ قرار مكتوب باحالته الى المجلس. رائع. يعني طيب ملف المطار، اي مطار؟ انا في كم مطار؟ لا ما في عندنا مطارين، بس يعني اذا بتحكي عن توسعه المطار، توسعه المطار يعني. يا سيدي احنا لا نقول بانه الان نحقق في قضيه فساد، احنا الملفات الكبرى اثير عليها عمليه تحقق من وجود. توسعه المطار ببساطه هي اتفاقيه، كان اثير موضوع الدستوريه فديوان تفسير القوانين قال لا دستوريه، 46% للمستثمر و54 للحكومه من الدخل. الحكومه وافقت في الاتفاقيه، وهذا شيء انا بقول لك من الان انه كيف احنا بنعطي الصلاحيه على نظام البي او تي. التوسعة على نظام البي او تي معناه أنت بتبني المطار وبتشغله وبعد 25 سنة بترجعه للحكومة. الآن من اللحظة الأولى من قبل ما ينشأ المشغل هو اللي بيستلم كل العوائد والضرائب، بما في ضريبة مغادرتك بالمطار، بما في تأجير محلات الكافتيريات كلها بيأخذها، وبعد ذلك يحيل حصة الحكومة. الآن في هذه المرحلة هو تحقق، يعني هل توجد فساد يعني او لا؟ تحقق لم نصل الى قرار، لكننا ننظر في كل المشاريع الكبرى في البلد. الحقيقه ما بتستطيع يعني تغفل مشروع بيحمل الخزينه، الحكومه كفلت كل القروض اللي بياخذها المشغل، بكره المشغل في اي لحظه بفشل كل قروضه بتدفع الحكومه. وهذا بنعود لماده 115 قبل شوي، لما مبنى القياده العامه بنبني 145 مليون من قبل صندوق المشاريع بكفالة الحكومة لم يستطع أن يدفع الأقساط. الآن وزارة المالية كل 6 أشهر المواطن يعني. هذا الكلام بنعكس عليك 145 هون، بكرة لو صار أي مشكلة في أي مشروع من هذا القبيل قد تنعكس عليك 750 مليون. طيب ملف موارد وين صار؟ ملف موارد القضايا موجودة لدى مدعي عام محكمة أمر الدولة، كلها حوالي 7 قضايا. الآن القضايا الأساسية كلها في بعض المشاريع اللي ما ننهي التحقيق فيها، أما المشاريع الأساسية موجودة بانتظار البدء. طيب فيها من المدعي. حققت في البوتاس؟ أنا الحقيقة لا أستطيع أن أقول لك. أنت سألتني أنا قبل شوي لما حكيت لك عن توسعة المطار، ما قلت لك تحقيق، قلت لك تحقق من تحقق بعض المشاريع. اعذرني إذا لغاية اللحظة لا، ما في تحقق، ما في تحقق. سلطة العقبة وملف ميناء العقبة، العديد من المشاريع في سلطة العقبة موضوع تحقق. برنامج التحول الاقتصادي لدى النائب العام، وإذا وصلت القضية إلى النائب من المدعي العام ترفع يد الهيئة عنها، والآن هي محل تحقيق. طيب لكن أرجو بس إني أضيف نقطة مهمة جدا، بدون قانون من أين لك هذا لا نستطيع أن نقوم بعملنا بالشكل المطلوب. أنا لا أستطيع أن أخمن، لكن أستطيع أن أرى شخص عنده 10 مليون 100 مليون، أستطيع أن أسأله سؤال من أين لك هذا، من أين لك كل هذا. بعد ذلك عليه إما أن يقول بطريقة مشروعة بقول له أنا آسف، أو بطريقة غير مشروعة بحط إيدي عليها وبأخذها للخزينة. آخر تعليقين. وليد البشتاوي عبر رسائل نصية، القوانين والتشريعات الفاسدة هي من سببت الأزمة الاقتصادية. ياسين يقول عبر تويتر،
الاقتطاع سيكون لمدة شهرين عمر الحكومة، أما الزيادة بالأسعار فستكون طول العمر. أشكركم كل الشكر ضيوف الكرام. مشاهدين إلى هنا وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية دائما معكم، منكم وإليكم. تصبحون على ألف خير.